اليوم كانت عندكم جلسة. فين وصل الملف وشنا هي التطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر جريدة الأيام اللي كنت تكون معنا دائما، شكرا، مشكورة من هذا المنبر. اليوم أختي كانت عندنا جلسة، بما أن هذه سبعة الجلسات استئنافية بعد استئناف حكم عليه ما حكم عليه، ولكن هذه الجلسة هذه تاني أغوبورتي كوم دابيتود، تندخلوا تنخرجوا. دخلنا النيابة العامة باش تقول لنا شنو واقع في هذا الملف، ما عطاونا حتى شي معطيات. الرؤساء أولا الناس اللي غادي يستقبلونا ما كانوش، عطاونا موعد مع الثلاثة باش ندخلوا عند الرئاسة أو الجمعية العامة باش تقول لنا المعطيات اللي فين وصل هذا الملف. تنتظروا، عندنا رونديفو مع الثلاثة. هذا من جهة. من جهة أخرى كما تعلمون هذه 4 سنين والضحايا نفد الصبر ديالهم، نفد الصبر بمعنى الكلمة. فراسكم بان كما فراس جميع المغاربه انه كاين اللي مات، كاين اللي انتحر، كاين اللي طلق، كاين يتشرد، بهذا المعنى كان في دارو ولا ساكن في كراج. يلا كيف يعقل ان عند واحد الانسانه عندها وليدتها بعت مسكينه فراشها ودارها تتصحب راسها غادي داك المشروع غادي يتنفذ ودخل دويرتها وتسد عليها بارتما ديالها مسكينه اقتصاديه حتى ولات جالسه في كراج، ولينا حنا كضحايا تنعاونوا ديك الانسانه. هذه اولا. الناس ما نقولكش مرضوا، الناس هاجروا، 70% ديال المهاجرين مغاربه راك تعرفوا المهجر وما ادرك من المهجر، ما عادش يفيقوا ما عادش يرجعوا لديورهم، وداك الشيء دخلوا لبلادهم باش يشريوا دويلات، باش كما تنقولوا المغاربه قبر الحياه في المغرب ديالهم، تصدقوا خذوا الفلوس في مهجر وشفروهم فالد معنا، شفروهم في البطن ديالهم. هادوم بالنسبه للمهاجرين. بالنسبه للناس اللي هنايا مرضهم ساكن، ها هي دابا وحده كانت في كندا مشات هربت عند ولادها، صافي من الحكم الاخير مرضت مسكينه نفسانيا. دونك الناس الضحايا راه ما بقاش على الماده اللي مشات ليهم، مشات لهم صحتهم، مشى المورال ديالهم، مشى هدفهم، مشى الثقه في الوطن. بهذا المعنى مشى الثقه في الوطن انهم ما بقاش يشريو ولو قعد تشريو تسكن في هذاك خص ما عندهاش الثقه ديالها بصفه عامه. ولادهم كسر، ولاد المهجر ما بقاش يقدروا كاع يدخلوا المغرب، اولا كاع اللي في الداخل ما بقاش واحد يشري وخايف، تيشري وخايف، ما بقاش الناس عندهم فقدوا الثقه ديالهم في المغرب ديالهم. فلهذا تنتوجه للفرقه الوطنيه تعطينا معطيات جديده، اشنو هو فهاد الملف، اشنو وقع فيه، وتناشد جلاله الملك نصره الله، الله يشافي لينا والاب الروحي ديالنا، انه يدخل فهاد الملف راه حيت هاد الشيء راه ضر بالبلاد. مع العلم اننا عطينا وثائق بان تدل بان الفلوس كاينين في المغرب وكاينين خارج المغرب. كيقولوا ان الفلوس يعني تهربات لبنما، كاينين في بنما، كاينه وثائق اللي كتثبت كاينه وثائق. عطينا الفرقه الوطنيه، مشينا الفرقه الوطنيه باش عطينا معطيات تجدلوا مع بنما، سوا ديزون ما عندهمش كونفونسيون افيك بنما، مع العلم انه هما الفرقه الوطنيه مشهود لها بالجداره ديالها وبكل شيء، الثقه عندنا الثقه ديالنا فيها، ولكن لحد الساعه ما عندهاش معطيات لا في اللي هنا في المغرب ولا اللي في الخارج. ما يمكنش هذا الحكم هذا، حنا باش غادي يستافدوا الضحايا؟ الضحايا يبغى فلوسهم، ني بليس ني موان، الشيء اللي عطاهم فلوسهم راه ما بقاش حتى واحد يتخطى في هذه المحكمه هذه. لهذا تناشدوا جلاله الملك اولا على قصنا الاب الروحي كما اقول واعيدها، هو اللي غادي يدخل في هذه القضيه، يقول يعطيو هاد الناس الضحايا وسقطوا الناس في الخارج وهنايا مساكنه تشردوا. كاين هي سيده معانا مسكينه قالت لك مع 70 مليون عطاتها وعندها خدات لا غوتريت ديالها وتتخلص مليون و100 الف فرانك باش تعطيها حاليا، ما حتى حاجه من موسى كدار او كفيلا، وتتخلص مليون و100 الف فرانك كل شهر، داك الشيء تاخذ لا غوتريت ديالها تتحطوا لهذا الشيء. راه زعما راه نبقى نعاود حتى الغدا، راه ما نكملش هذا الشيء اللي يتعرضوا هاد الضحايا، راه ما نقدرش نعبر لك. راه ماشي على الفلوس، مي الصحه مشات، المورال مشى، الثقه مشى، كل شيء مشى. فهذا اختي هذا هو المعطيات والجديد اللي كاين في هذه القضيه. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.